بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنة ثالثة ثانوي النهاردة إن شاء الله هنكمل الكورس اللي احنا بدأناه في المراجعة بتاعة الامتحانات. النهاردة بإذن الله هنراجع يونت 4 و5، لأن بعد كده 6 و7 دول جرامر واحد اللي هو الباسيف. النهاردة هنراجع يونت 4 اللي هو ألفاظ التوزيع أو ألفاظ التجزئة، اللي هي all both and neither nor every each وهكذا. ويونت 5 اللي هي قاعدة so that و such that و to و enough to، هنتكلم عنهم من خلال الشرح بالتفصيل ان شاء الله بإذن الله. خليكم معانا وركزوا كويس قوي، وبعد ما نخلص الشرح هنطبق برضو عليهم. وزي ما قلت لكم في نهاية الكورس ده ان شاء الله بإذن الله، يعني انا بقول لكم اللي هو اصعب سؤال في الامتحان هو الاختيادي على الكلمات وعلى الجرامر، ما تشيلوش همه خالص طول ما انتم متابعين معايا واحده واحده. ودلوقتي يلا ننطلق يونت 4 و5 شرح واسئله، يلا بينا. 4 ده جرامر يونت 4 ان شاء الله. هنبص على دي اسمها الفاظ التوزيع او الفاظ التجزئه، ناخدهم كل لفظ كده نعرف معناه ايه وبيجي بعده ايه. اول لفظ هو all او all of، all يعني الكل، all of الكل من. طيب بيجي بعدها ايه؟ ممكن يجي بعدها اسم يعد يعني جمع، فبالتالي يبقى فعل جمع، مثلا all the people are كذا. او يجي بعدها اسم لا يعد، الاسماء التي لا تعد اللي هي دايما مفرد، وبالتالي يبقى الفعل بعدها مفرد. او all the water is مثلا، يبقى اذا all او all of لو جه بعدهم اسم جمع هياخد فعل جمع، اسم مفرد هياخد فعل ايه؟ مفرد. every يعني كل واحد، دايما بعدها اسم مفرد، everyone every girl every boy every girl every boy هيتبعها فعل مفرد. يعني فعل مفرد يعني is او was او فعل زائد اس، بحط الفعل اس في المضارع مع هي او شي او ات اللي هو المفرد يعني. كذلك each برضو معناها كل واحد، زي every بالظبط، بعدها مفرد بعدها اسم مفرد والفعل اللي بعد الاسم يكون برضو فعل مفرد. بينما كلمة each of، وخلي بالكم من دي كويس قوي، معناها كل واحد من، بيجي بعدها اسم جمع لكن الفعل مفرد. ازاي؟ ما هو each of the students معناها كل واحد من الطلبة is، يبقى each of the students هنا جمع اهو، لكن الفعل بيكون ايه؟ مفرد. كلمة half او half of اللي هي النصف او النصف من، زي برضو all بيتبعها يا اما اسم جمع فبالتالي فعل جمع، نص الطلبة يكونوا كذا، او اسم مفرد يتبعها فعل مفرد. half of the water is كذا مثلا، نص المية او نص الحاجة التي لا تعد، بيجي بعدها اسم فعل برضو ايه؟ مفرد. لكن في اكسبريشن ومصطلح اخلي بالي منه اسمه half او an، بيجي بعد كده يا كمية او مسافة او وقت، قول half an hour نص ساعة، half a kilo نص كيلو. يبقى half او an طبعا a مع الاسم البادئ بحرف ساكن، وان بعدها الاسم اللي بادئ بحرف متحرك، وبعد هاف او ان بيجي لي اسم ايه؟ مفرد، سواء مسافه او كميه او وقت. كلمه بوث اند معناها كلا من فلان وفلان، بيتبعها فعل جمع، بوث احمد اند الي ار مثلا. نايذر نور معناها لا ده ولا ده، بيجي بعدها غالبا فعل مفرد لان بيجي الفعل حسب الفاعل التاني، او نايذر علي نور ابراهيم is كذا مثلا. كذلك either or معناها يا اما ده يا اما ده، وزي نايذر برضو بيتبعها الفعل غالبا مفرد حسب الفاعل التاني. طيب خلي بالكم من الجزئية اللي جاية دي، neither او either of بيجي بعدها دايما اسم جمع او كلمة them تاني اهي اخر حاجة تحت ديت، neither او neither of them يعني لا احد منهم او احدهما،
قول neither of the parents الوالدين أو neither of them، وبيجي بعدها هي ممسوحة مفروض بعدها فعل مفرد. neither of و either of عاملة زي فوق خالص زي each of كده، بيجي بعدها اسم جمع وفعل ايه مفرد، يبقى each of ثم neither أو either of بيتبعها يا إما them أو اسم جمع وبعد كده الفعل مفرد. حتة تانية برضو لو جملة مثبتة بيجي بعدها both أو neither، I like both of them بحب الاتنين، أو I like neither of them ما بحبش الاتنين، يبقى حسب المعنى both معناها إن أنا الاتنين دول بيعملوا نفس الشيء، neither الاتنين ما بيعملوش نفس الشيء، زي I like، like هي إثبات هي، I like both of them بحب الاتنين. لكن لو قلت I like neither of them أو I like neither ما بحبش لا ده ولا ده. لكن في حالة النفي استخدم either، I don't want either، لا عايز ده ولا ده. يبقى تاني دي حتة مهمة جدا، في حالة الإثبات بستخدم both أو neither، أما في حالة النفي بستخدم either. فبمنتهى البساطة كده يا أولاد، دي ألفاظ التوزيع أو التجزئة، بعرف كل لفظ معناه إيه وبعديه إيه، تمام؟ ده يونت 4. 5 ده يونت سهل جدا جدا جدا، قاعدة سو وساتش. أول قاعدة اللي هي سو زائد الصفة زائد ذات وبعدها جملة كاملة معناها جدا لدرجة أن، بين سو بين ذات يجي الصفة سو جود ذات أو سو باد ذات، سو يعني جدا، ذات لدرجة أن، وبين سو وبين ذات تيجي الصفة جدا لدرجة كذا، بعد كده الجملة اللي بعدها فاعل وفعل جملة عادية. بينما ساتش زي سو بالظبط ولكن بيزيد عليها ايه، ان الصفة بعدها اسم، زي القاعدة اللي تحت ايه ساتش او ان ثم صفة ثم اسم مفرد، اسم ايه مفرد. بعد كده في كلمة ذات سوري مش مكتوبة هنا فوق، such a أو an والصفة واسم مفرد ثم ذات ثم جملة كاملة، يعني قبل جملة في كلمة ذات برضو. ألاحظ حاجة إن such بيجي بعد الصفة اسم، لو الاسم ده مفرد يبقى هيجي قبل الصفة a أو an، أما القاعدة اللي تحتها على طول such صفة من غير أو an ثم اسم جمع أو اسم لا يعد بعد كده ذات والجملة الثانية. طيب يبقى الفيصل هنا في such بينها وبين سو ان سو وذات هي كلمة واحدة الصفة بس، لكن مع ساتش بين ساتش وبين ذات في صفة وفي اسم، ولو الاسم اللي بعد الصفة ده اسم مفرد يعد يبقى هيجي قبل الصفة او ان، ساتش جود بوي مثلا، لكن الاسم اللي بعد الصفة لو كان جمع او لا يعد مفيش لا ولا ان. بعد كده قاعدة تو تو اللي هي تو صفة زائد تو مصدر، تو زائد الصفة زائد تو زائد المصدر معناها جدا درجة الاستحالة، عشان كده تبقى غالبا الصفة اللي مع تو صفة سلبية تؤدي للاستحالة. أقول مثلا the car is too expensive to buy، غالية جدا استحالة اشتريها. يبقى تو زائد الصفة زائد تو زائد المصدر جدا لدرجة الاستحالة. بينما قاعدة enough، enough يعني يكفي، بيجي قبلها الصفة، صفة زائد enough تو المصدر، وبما طالما معناها يكفي هتبقى الصفة اللي جاية هنا صفة إيجابية. أقول مثلا the car is cheap enough to buy، العربية رخيصة أقدر أشتريها، ما أقولش expensive بقى هنا لأن enough دول على الإمكانية. يبقى تو صفة تو مصدر جدا درجة الاستحالة، أما صفة زائد enough تو المصدر معناها يكفي أو حاجة تدل على الإمكانية. بعد كده في شوية كلمات تيجي مع سو مع ساتش أخلي بالي منها كويس أوي. سو بيجي معاها ميني أو ماتش أو ليتل أو فيو، ميني وماتش يعني كثير، ليتل وفيو يعني قليل، بينما ساتش بيجي معاها a lot of. تاني سو بيتبعها ميني أو ماتش أو ليتل أو فيو، دول إجا معهم سو جدا قليل جدا أو كثير جدا، لكن such بتاخد a lot of. ده grammar unit 5. unit 6
6 و7 هيبقى الفيديو الجاي ان شاء الله، عشان ده بيتكلم عن الباسيف مبني للمجهول، هنشرحه بالتفصيل وبالراحه كده ان شاء الله باذن الله. فهنقف النهارده عند يونت كام؟ عند يونت 5 اللي هو قاعده سو ساتش، وقبلها خدنا يونت 4 اللي هو كان الفاظ التوزيعه والتجزئه. دلوقتي بقى ننطلق الى الحل على اليونتين دول، على 5 وعلى 6. يلا بينا يا ولاد، هنبدأ نحل مع بعض الأسئلة الخاصة بيونت 4، الكلمات والجرامر اللي ممكن إن شاء الله بإذن الله تقابلنا في الامتحان. يلا ابتدي. دي أسئلة على الكلمات الأول، فبص معايا كده. أول سؤال بيقول لي in winter we often see in the trees in the bark، هنشوف إيه على الأشجار في الشتاء؟ بص كده، طبعا ده كلمة روبنز. ايه روبنز ديت؟ ليه اخترنا روبنز؟ اللي هو اسمه طائر ابو الحناء او نوع من الطيور يعني. فاحنا بنشوف الطيور دي فين؟ على الاشجار، ان ذا بارك، على اللحاء بتاع البارك طبعا، هي المنتزهات العامه او في الحدائق يعني. فبنشوف هذا الطائر اللي هو اسمه روبنز، اللي هو طائر ابو الحناء او نوع من الطيور. اثنين، it not my heart when my close friend moved to California. انا يعني قلبي اتكسر، وطبعا كلمه طبعا هي بروك قدام كل ما، لان بروك ماي هارت معناها حاجه احزنتني او كسرت قلبي، زعلتني يعني. فانا زعلت لما زميلي سافر الى كاليفورنيا. نمبر 3، walking across the mountains are beautiful but very، تطلع على الجبال ده شيء جميل لكنه شيء صعب في نفس الوقت. فين كلمه صعب؟ challenging. Challenging يعني متحدي أو very hard. This young author، الكاتب الصغير ده، has written a novel but hasn't found a yet. طب كاتب عايز إيه الكاتب ده؟ عايز ناشر، يكتب ينشر الحاجة بتاعته. كلمة ناشر اللي هي إيه؟ أيوة publisher، اللي هي قدامي رقم C. I walked a long distance، أنا مشيت مسافة طويلة. So my legs، فرجليا تعبتني. ايوه اكل هي الم او تعب. طيب نمبر 6، don't make noise، ما تعملش دوشه. ذا بيبي از، الولد ماله؟ نايم. فين كلمه نايم؟ ايوه نمبر سي اللي هي asleep. fish in the market are still they are very fresh، سمك لسه ايه ده؟ طازه لسه، ده لسه عايش. فين كلمه عايش هنا؟ تمام alive، اللي رقم C. The end of this story is very، نهاية القصة دي تكون ايه؟ مؤثرة. Moving دي نمبر C معناها يعني زي بتحرك المشاعر، يعني محركة للمشاعر بالنسبة لي. نمبر 9، أحمد will be on time، أحمد هيجي في الوقت المحدد. He never breaks، خلي بالكم من الاكسبريشن دوت، never breaks، لا يحطم او بيكسر وعده. كلمة breaks a promise، طبعا promise اخترناها ان breaks a promise يعني يكسر او يخلف الوعد. وانا اوعدكم ان شاء الله ان شاء الله باذن الله في نهاية المراجعات دي هبعت لكم، هعمل لكم ملخص كامل لاهم الكلمات والتعبيرات والمصطلحات اللي ممكن تقابلني من هذه النوعية. نمبر 10، the medicine has not the pain، العلاج ده عمل ايه في الالم؟ خفف الالم. كلمة يخفف اللي هي ايه؟ eased. طب واحد يقول لي يا مستر رقم ايه relief دي معناها؟ لا مش معناها يخفف، دي معناها تخفيف. لو كانت relief بالفي كانت تمشي، ان relief بتساوي ease، يخفف او يقلل من الالم. فاخترنا رقم بي اللي هي ease، يعني يبسط او يسهل او يخفف. people who know the law should be punished، الناس اللي بتعمل في القانون تعاقب، اللي بتكسر القانون لا تطيع القانون. ففي اكسبريشن اسمه break the law، break the law يعني يكسر او لا يتبع القوانين. let's have a lot after this hard work، ما تيجي ناخد راحه بعد الشغل ده. برضه break، بس break هنا بمعنى تاني، بمعنى راحه. our teacher asked us not this essay، مدرسنا طلب منا نلخص المقال ده. كلمة تلخص فين هنا؟ أيوة أيوة very good summarize،
طبعا سمرايز مش فيري جود، عشان اخترنا سمرايز عشان عرفنا سمرايز معناها يلخص. يعني طبعا الاسئله قدامك محلوله بس بنعرف ليه اخترنا الكلمه دي. After the crash he got، بعد التصادم حصل له ايه؟ فقد الوعي. فين فقد الوعي هنا؟ اوكي صح، fainted زي الفل. 15 his disability usually him from walking well. الاعاقه بتاعته بتمنعه ان يمشي كويس. كلمه يمنع، ايوه stops from يعني يمنع من. خش على جرامر. Ronnie wants to study math or. ما دام عندي كلمه or، ايوه either or، عايز يدرس يا اما math يا اما science. There was a fire in the car agency and car was damaged. كان في حريق في العربيه بتاعت المساعده او المعاونه او الوكاله يعني، ولكن وكل عربيه، كل عربيه على حده، بتكلم على عربيه واحده تبقى every، لان every بيتبعها اسم مفرد اللي هو car وفعل مفرد اللي هو قدامك was زي ما قلنا في الشرح. I have two brothers، انا عندي اخين، but they are not good at basketball، لكنهم مش كويسين في كرة السلة، because لان tall، مفيش واحد فيهم طويل ولا واحد، يبقى neither is، خلي بالكم من الكلام ده كويس، because neither is ولا واحد يكون فيهم، وneither بتعامل معاملة المفرد، neither is. 19 there are two restaurants by the park، by هنا معناها بجوار، في مطعمين جنب البارك المنتزه، and they are not very good، والاثنين كويسين، الاثنين، ايوه both، واللي يأكد both ان في are، both تعامل معاملة الجمع، كلاهما. I was offered، انا اتعرض عليا tea or coffee، يا شاي يا قهوة، but I had not of them because I don't like hot drinks، لكني ما خدتش ولا واحدة، يبقى I had neither، وأنا كاتب لكم في الشرح قلنا neither بيجي قبلها فعل مثبت، معناها I had neither of them معناها ما خدتش ولا واحدة منهم. The teacher told us that student had done very well that year، قال إن كل طالب student مفرد، أيوه every، مفيش حاجة اسمها every of، و each of عليها جمع، يبقى every student. Not the students، كل الطلبة in our class are، ايوه all the students are، كل الطلبة يكونوا كذا، تمام؟ طيب دلوقتي بقى يلا نخش على يونت 5 واللي جاي دوت يونت 5. ده نشوف برضو أسئلة 5 اللي ممكن تيجي لنا في الامتحان الخاصة بكلمات أو جرامر اليونت ده. Number 1 although she doesn't have time for much she is very healthy، بالرغم ان ما عندها ما تتدربش كتير، تتمرنش كتير، لكنها صحتها كويسه. فين هنا يتدرب؟ اكسرسايز. امال تريننج دي اختارها امتى؟ التدريب ديت، قال لي تريننج دي او ترين تيجي مع التدريبات اللي هي فيها مثلا كورسات معينه عشان نكتسب سكيل معين، مهاره معينه، لكن اكسرسايز دي تدريبات بدنيه. Number 2 not me to buy a newspaper on the way home or I will forget، فكرني أبشري جريدة وأنا مروح عشان يمكن أنسى. فكرني يذكر، أيوة remind، بينما remember اللي في الآخر دي معناها يتذكر، لكن remind يذكر، يفكر شخص في حاجة. He says his legs well after that long run، قال ان رجليه هتعاني، هتتعب يعني بعد الجري الكتير دوت. طبعا يتعب او يعاني اللي هي suffer، suffer يعني يعاني. Number 4 the manager asked him if he would be for work، وسؤال ده مهم جدا جدا، next weekend، قال له انت هتبقى يعني متاح انك تشتغل ولا لا الاسبوع الجاي. كلمه متاح اللي هي available، طبعا available دي متاح، سواء شخص متاح انه يشتغل او بضاعة متاحة ان انا اشتريها. Number 5 sometimes it's difficult to not money and look after
my family صعب ان انا اعمل فلوس واعتني باسرتي. طبعا كلمة يعمل فلوس يكون فلوس يكون ثروة make money مش كده خدنا make. Some graduates بعض الخريجين think that it's harder to not work today than it used to be. الخريجين دلوقتي حاسين ان صعب يحصلوا على شغل دلوقتي زي زمان يعني. كلمة يحصل على العمل get work مش كده خدنا get. Before starting to revise laws not a revision plan. قبل ما تذاكر لازم تعمل خطة للمراجعة. طبعا خطة plan تاخد فعل make فmake plan يعني يعمل خطة عشان كده اخترنا make number A. Number 8 my friend not really well in the test last week. صديقي اشتغل كويس او في الامتحان الاسبوع اللي فات. كلمة اشتغل كويس او ادى بطريقة كويسة اسمها do well. طبعا do الماضي بتاعها did مش كده خدنا did number A. Number 9 the company has an accountant do the company. الشركة عايزة محاسب accountant عشان يعمل لها الحسابات بتاعتها. حتى جاي من كلمة accountant هيعمل لها accountant هيعمل حسابات اللي هي ايه accounts. وانا عارفين account حتى انا عامل account على الفيس حساب على الفيس فaccounts اللي هي الحسابات. freelance workers ومهمة جدا كلمة freelance اللي بيشتغلوا اعمال حرة او شغال تبع نفسه يعني. فالناس اللي شغل اعمال حرة have to not their own accounts هم اللي بيعملوا حساباتهم. طب يعمل حساب اسمها ايه do accounts. The problem with being freelance worker مشكلة العمال او الناس اللي بيشتغلوا اعمال حرة دي is that you don't always not regular work مش دايما بتحصل على شغل منتظم. كلمة يحصل اللي هي number A اللي هي get. Rami is tired because he decided to not sue new projects at work. وتعبان عشان بتولي مسؤولية مشروعين في العمل. كلمة يتولى مسؤولية اسمها take on. Number 13 بس قبل 13 برضو في take up ديت معناها يشرف على شيء. take off لها معنيين يا اما تقلع الطائره او يخلع ملابسه. take in دي معناها يمتص شيء. لكن take on يتولى امر دي اللي اخترناها. 13 it is very hot so I have taken لسه جايه اهي حر فانا قلعت الجاكيت بتاعي اهي جت لوحدها. take off طبعا مش كده اخترنا off. The United Nations اللي هي الأمم المتحدة is an important دي عبارة عن إيه؟ عبارة عن منظمة اللي هي organization. 15 it's got to do exercise يعني لازم تعمل تدريبات بانتظام منتظمة أيوة regular. They were خش على الجرامر بقى يا أولاد. They were boring books that كتب مملة. طب boring books صفة واسم تبقى such على طول. طب ليه ما خدنا ساتش ايه يا مستر خالد؟ لان بوكس جمع ايه او ان اذا كان الاسم مفرد. رامي is careful to make very few mistakes. careful دي صفة. ايه بقى اللي قبليه الصفة وبعدها تو؟ ايوه enough. يبقى رامي is careful enough to make very few mistakes يعني هو حريص فبيعمل اخطاء بسيطة. The salad was nice that جميل جدا. نقط صفة that nice يعني لطيف دي صفة. بل عايز ايه؟ ايوه so او ليه خدنا so عشان بعدها صفة بعدها that. This is an old order tree and old order tree ادي an وادي old اللي هي الصفة وtree ادي ناون يبقى على طول ايه اللي بيجي بعدها ان او ا والصفه والاسم تبقى such رقم دي. علي walked so that تبقى عايز صفه او حال slowly. يجي واحد يقول لي دي ما خدناش سلو يا مستر خالد سلو صفه والصفه بتصف الاسم. لو قال لي علي is so كنت اخترت slow.
الفرق بين slow و slowly. slow بطيء، دي صفة. slowly معناها ببطء ودي حال. وفي قاعدة عامة بتقول الصفة تصف الاسم والحال يصف الفعل. طب علي بيمشي، حتى في العربي الكلام دوت بيمشي، ممكن اقول العربي يمشي بطيء ده بالعربي، لكن بالانجليزي ما دام بتكلم على الفعل هختار الحال اللي هو slowly. يبقى اذا so slowly that. 21 this is to be got at swimming. she is sorry she is to تفيتو be got at swimming، يعني هي ايه تبقى كويسة في السباحة. clever enough، ليه clever enough؟ يبقى هي ماهرة درجة تكفي، حتى جاي بعدها تو، يبقى اختار يا اما تو يا اما enough. فين عندي enough؟ صفة enough to. اخر جملة it was useful book. useful book that I read it twice. جميل قوي جميل قوي. طب اختار هنا ايه؟ طبعا useful book. useful book صفة واسم، تبقى such a او an. طب هنا such a، طب ليه قال a ما قالش an بالرغم ان اليو ده حرف متحرك في useful؟ قال حرف اليو، خلي بالكم النقطة دي كويس قوي، حرف اليو لو نطق كأنه يو زي كلمة useful unit united ياخد a، اما حرف اليو لو نطقته كأنه حرف ألف زي uncle umbrella ياخد an. فهنا ما حطش في اختيارات an، ولو كان حطها ما كناش اخترناها عشان اليو نطقت كأنها حرف يو عادي. يبقى تاني لما خدنا قاعدة such a او an مع الاسم المفرد، لقيت اسم مفرد بختار such a او an. امتى a مع الحرف الساكن، امتى an مع الحرف المتحرك. حرف اليو له صفة خاصة، ايه هي؟ يعامل كأنه حرف متحرك، يعني ياخد an لو بعديه اسم مفرد لو كان نطق يو زي useful united. اما حرف اليو لو نطق زي الالف a زي umbrella uncle، في الحالة ديت هياخد an. طب انا نطقته يو فقلنا useful a. ده كان فيما يخص unit 4 و 5 بطريقة بسيطة وسلسة وسهلة جدا، وإن شاء الله اللي جاي أحسن وأسهل بطريقة بسيطة جدا. هنفسنا إن شاء الله بإذن الله في نهاية هذا الكورس هنبقى إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله يعني عن مستعدين جدا نحل كويس في الامتحان، وأنا متفائل خير، متفائل لكم خير إن شاء الله بإذن الله، وربنا يوفقكم جميعا إلى الفيديو الجاي إن شاء الله الخاص بيونت 6 و7، وإلى أن يأتي هذا الميعاد ربنا يعني يوفقكم ويكرمكم وأشوفكم على خير إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.